انا اسمي خليل بن خلافه، مهنتي مروض طبي. كنت موظف في وزاره الصحه من 2002 حتى 2009. الان انا هنا باش نوجه رساله للسيد وزير الصحه باش يتدخل، باش يمكن نتمكن من انني نزاول المهنه ديالي بطرق قانونيه. معالي الوزير، الا وصلتك الرساله ديالي فانا كنترشحك تتدخل باش نعرف، باش تيسر لي مسألة الترخيص باش نزاول مهنة الترويض الطبي في القطاع الخاص. أنا سبق لي لجأت للأمانة العامة، والأمانة العامة هذه أكثر من سنة باش بعثات ملفي لوزارة الصحة في إطار التشاور، لكن ما جاش الجواب، وهذا تيخليني دائما أنا كنمارس الترويض في القطاع الخاص ولكن شيء اما خارج القانون، لان ما يمكنليش نخلص لاسورونس، ما يمكنلي ندير حتى شي حاجه، فهذا كيعرضني انا للخطر، والمرضى اللي كنعالجهم فهما غير مؤمنين، وهذا شيء غير صحي. لهذا كنلتمس منكم سيد الوزير انكم تدخلوا باش نعرف انا واش من حقي نزاول او لا، انا قايم بشي خطا. الخروج ديالي من الوظيفه العموميه قصة معروفة لدى المسؤولين عندكم، لكلهم اللي كيتدخلوا تمارس فسلة، ولكن هي كان تمشي عند الناس للديور كنخدم معاهم، ولكن هذه الخدمة ديالي أنا ما يعني هي مزيانة كتضر عليا فلوس، ولكن الناس ما كيمكنليش نعمر لهم الاوراق ديال التامين، فكيتحرموا هادو من التعويض ومن الاستفاده من التعويضات على المرض. هاد الناس هادو الى وقعت اثناء الحصه ديالي شي مضاعفه لهم وكانت سبب مباشر او غير مباشر، فهما ما غاديش يتعوضوا، لان انا ما مخلصش التامين. لو انني مخلص التامين هاد الناس الا وقعت لهم، الا سقط لي شي واحد وتهرس، اما خصني انا نعوضه وهذا صعيب، او خص التامين يتكلف به، فهذا ما كيمكنش، لان انا ما يمكنليش نخلص التامين.